تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمرأة التي حبست القطة والهرة؟ لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: ولقد رأيت صاحبة الهرة في النار والهرة تخمشها. إذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة، فإن القاضي هو الله وإن الشهود هم الملائكة.